بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، نحن الآن في شهر الله المحرم، وهو أحد الأشهر الحرم التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هذه الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الفرد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص هذه الأشهر الحرم بالطاعات وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها أشهر حرم لحرمتها عند الله سبحانه وتعالى ولزيادة ومضاعفة الأجر فيها كذلك. ثم إن محرم هذا فيه اليوم العاشر من محرم، هذا اليوم اللي هو كنسميه احنا يوم عاشوراء. للأسف هذا اليوم اللي المسلمون الصالحون الأولون كانوا يخصونه بالعبادة وكانوا يخصونه بالطاعة وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبالصيام، وهي أفضل عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل، أصبح هذا اليوم للأسف عند كثير من الناس أصبح يوما للشعوذة ويوما لفعل كثير من الممارسات التي تغضب الله سبحانه وتعالى. فكثير من النساء الجاهلات يرحلن إلى المقابر ويشترين المجامر ويمارسن المنكرات عن طريق السحر والشعوذة. ومن هذه المنكرات ومن هذه البدع التي يمارسها كثير من الناس في هذه المناسبة هي الرش بالماء والمفرقعات وإذاية المؤمنين وترويع الآمنين وتخويف السكان وإشعال النيران إلى غير ذلك من هذه الأفعال التي لا تمت إلى ديننا ولا إلى عقيدتنا بصلة، والدين منها براء. قال لك سيدي هذاك الماء هو ماء زمزم، الله أكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. فهذه الأفعال وهذه الممارسات ديننا وعقيدتنا منها براء. فلهذا أيها الإخوة، لا بد أن نعظم هذا اليوم بما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عظمه صحابته رضي الله عنهم، وذلك بأن نتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نكثر فيه من الطاعات، وأن نبتعد عن البدع والمنكرات والضلالات. فهل صيام هذا اليوم بهذا الشكل وبهذه المعتقدات يكفر الله به عنا سنة الماضية؟ أبدا. إذن سنة في هذا اليوم، والذي يفعل فيه في هذا اليوم اللي هو اليوم العاشر اللي هو يوم عاشوراء هو ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم وأمرنا به، وهو الصيام والتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة. لماذا؟ شكرا لله سبحانه وتعالى على أن نصر الله عز وجل فيه الحق وأهلك الباطل، حيث نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى عليه السلام من فرعون، فكان هذا سببا لأن نشكر الله سبحانه وتعالى فيه على عبادته وعلى إحقاقه الحق وإبطاله الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بناصيتنا إلى الخير وإلى الحق وإلى طريق المستقيم، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.